البدء في استصلاح 1 مليون فدان كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان. مبغازي أوضح أن 90% من الاحتياجات الفعلية لري المليون فدان مصدرها الوحيد المياه الجوفية، الأمر الذي يتطلب حفر العديد من الآبار في عدة مناطق مختلفة موزعة على أنحاء الجمهورية وبأعماق مختلفة طبقا لمناسيب الخزانات الجوفية بهذه المناطق. للمزيد من المتابعة أرحب بضيف الدكتور حسام مبغازي معالي الوزير معنا عبر الهاتف. أهلا بك معالي الوزير. بيبقى كل عام وانتم بخير يا فندم. كل سنه وحضرتك دايما بكل خير. ويعني سؤالنا او استفسارنا حول حفر هذه الابار، هل ستكفي ان شاء الله ويتم الاعتماد عليها بشكل اساسي ام هيكون هناك مصدر اخر للمياه لهذه الخطه الطموحه؟ يمكن زي ما حضرتك اشرت 90% من مشروع مليون فدان بيعتمد على المياه الجوفيه، بنتكلم في عدد حوالي 4000 بئر مطلوبين. الحقيقه الفتره الماضيه احنا يمكن انتهينا من حفر حوالي 500 بئر. طبعا ما زال عدد الابار المطلوب كتير، وحقيقه امكانيات وزاره البترول لديها امكانيات يعني مميزه في حفر الابار. فحقيقه يمكن كما سعادتك اشرت في الخبر ان احنا امكانيات الوزاره ان احنا هنحفر 500 بئر كمرحله اولى ان شاء الله، ويضاف الى 500 بئر اخرى ايضا في مرحله ثانيه مع وزاره البترول كما سبق الاشاره اليه. عظيم. زي ما حضرتك وضحت ان شاء الله يتم الاعتماد عليها بشكل اساسي او بشكل كامل في هذه الخطه لاستصلاح الاراضي. بالظبط كده، ان احنا يعني موارد المياه النيل يعني بتبقى يمكن يعني مش متاحه في هذه المناطق الصحراويه، كل اعتماد على المياه الجوفيه. وتم دراسة الأماكن اللي هي تتميز بمخزون جوفي، الحمد لله حبى مصر دي في بعض المناطق، ربنا سبحانه وتعالى حبانا دي، هي دي مواقع المليون فدان في عدة مناطق في الصحراء الغربية يعني. طب الخطة طبعا تستهدف استصلاح حوالي 4 مليون فدان معالي الوزير، مش كده برضو؟ حضراتكم هتبدأوا مليون فدان. المليون فدان دي مقدر لها ما بين عام وعام ونصف من الان، يعني احنا يمكن زي ما قلت لحضرتك انتهينا من حفر حوالي 500. البعض الاخر سيتولى المستثمر حفرها بنفسه، اما احنا بنركز على الابار اللي خاصه بصغار المستثمرين والشباب، يعني ده اللي بتقوم بيه الدوله حاليا برفع الكاهل عن الشباب. تمام. اما كبار المستثمرين سيقوموا بحفر الابار الخاصه بهم على نفقتهم. المليون فدان تم تحديد اماكنهم يا فندم، ولا يعني انتشارهم هيكون في اي محافظه، او يعني النصيب الاكبر هيكون في اي مساحه او اي مكان في مصر؟ كلهم في وجه هبلي حقيقه، ما عدا جزء بسيط في محافظه مطروح، لكن باختصار في محافظه الوادي الجديد، محافظه المنيا، أسوان، رقم 4 في منطقة المغرة، دي تقع في نطاق جنوب محافظة مطروح، يعني في ولاية محافظة مطروح، وكلها المحافظات يا إما الحدودية أو المحافظات وكي إبلي، وده طبعًا يعني دولة إنها بتنمي وكي إبلي وبالعكس بتزود فرص العمالة إلى آخره. طيب الاخبار اللي يعني اللي بنسمعها وبنتابعها حوالين استصلاح المليون فدان و4 مليون فدان انها تكون تنميه شامله متكامله، بمعنى انه هيكون هناك مجتمعات عمرانيه سكنيه او ما شابه. هل عند حضرتك يعني بعض التفاصيل او بعض الملامح للشكل اللي بتنتهجه الدوله لاستصلاح هذه المساحات من الاراضي، ولا هي فقط مجرد يعني اراضي زراعيه فقط لا غير وتم استغلالها فقط في الزراعه؟ هو المليون فدان كان اسهل شيء والحل السهل ان احنا نعطيهم للمستثمرين ليزرعوا، لدينا طلبات لتغطي المليون فدان فعلا، لكن الحقيقه وجهه نظر القياده السياسيه ان هذا المشروع مشروع تنموي متكامل. تمام. يشمل مصانع، يشمل قرى ومدن وسبك الطرق ومستشفيات الى اخره، وهذا هو الطريق الصعب والتحدي الصعب لاقامه مجتمعات عمرانيه في مناطق جديده لتخفيف الكثافه السكانيه عن الدلتا والوادي اللي احنا كلنا عارفينها. ومن هنا كان المشروع بنقول مشروع تنموي ليس فقط زراعي، وانما صناعي قائم على الزراعه، قائم على انشطه مختلفه.
وهو اختيار زي ما انا قلت الاختيار الصعب والتحدي الاصعب اللي هو ان شاء الله ربنا وفقنا. فهناك تنسيق بين وزارات الاسكان والزراعه والكهرباء والطرق ان احنا بنختار هذه الاماكن لديها شبكه طرق وايضا امتداد كهرباء، وتم وضع تصور لشبكه المرافق اللي هي سواء المباني وسواء الخدمات دي تم الانتهاء منها وتخطيطها في مشروع مليون فدان. وبدينا فعلا في منطقه الفرافره بالتحديد، بتقام حاليا قريه نموذجيه توشكا، حاليا بنقيم مدينه توشكا الجديده. ففي كل منطقه من التجمعات بتقام مدن جديده او قرى جديده تخدم المستثمر وتخدم العامل وتخدم المهندس اللي هيقيم في هذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعله استبق هذه الاحداث واشار ربما في بعض تصريحاته انه سيعلن عن خطه المليون فدان تقريبا مع الاحتفالات المواكبه لافتتاح قناه السويس الجديده. هل في سقف زمني للبدء في التنفيذ او هتكون نقطه الانطلاق مع يعني شهر اغسطس اللي جاي، ولا الخريطه الزمنيه او التوقيتات المدرجه لهذه الخطه الطموحه ايه شكلها؟ يمكن السيد الرئيس طبعا اشار في اكثر من لقاء ان هي بتتراوح ما بين السنه والسنتين حتى تكون الصوره مكتمله تماما، لكن هي اللي بننتهي منه تباعا لا ننتظر السنه او السنتين، اللي بينتهي منه سواء 10,000 كبتان سواء اي مساحه بيتم الاعلان عنها وتخصيصها، لكن من المقرر انها تتراوح يعني كما اعلن في قناه السويس ان شاء الله ما بين العام والعامين على اقصى تقدير ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير دكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائيه.